هذاك في مشيتي في المغرب بالفيسترون؟ مشيت الأوزود، مشيت ميني فري، مشيت منين من اسفي، من اسفي الأوزود. اه اسفي الأوزود، ناس في الأوزود الإمليل هنا. إمليل هنا جيتي لهنا، فين جينا؟ فين جينا حنا جا كيجي بها من اسفي خيرة. بغيتي تجري كتجري، بغيتي تشوي عليك شوي عليك يعني لي مود كاملين عندك. لي مود عندك، عندك المود ا مود بي مود سي. كنهضروا على لي مود. بغيتي تمشي شويه تلاقينا معاه في مراكش كيف ما كتشوفوا، وجينا شدينا الطريق ديريكت باش نتغداو ان شاء الله ونكملوا الطريق فين غنديروا الوجهه ان شاء الله. بالليل ما بانش لينا هادشي، مع جينا بالليل ما بانش لنا هادشي. السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت خواتات مع موطو ستريت. اليوم رحله ان شاء الله غنديروا الوجهه من كازا لامزميز ان شاء الله، والنواحي ديال مراكش. دايرين مع شي اصدقاء غنتلاقاو معاهم تما، اخي يوسف وعمر. بارك الله على اخويا عمر، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. جاو لي فاليز سوب الجو ما شاء الله، هذوما اللي غنركب حتى انا، هذو دارهم خويا عمر الله يبارك. فخليكم معنا اخوت في الاجواء ان شاء الله. طريق السفر مزيانه، وهي هي احسن حاجه تاكل حاجه بيو الا بغيتي صحتك. البيو، وحنا خاصك تمشي للعروبيات، العروبيات اللي باقيين كياكلوا البيو. ديالك ان شاء الله. معقولة. حنا دابا وقفنا نستراحو هنا شويه، عيطنا للصديق ديالنا يوسف في مراكش. خي يوسف راه كيتسنانا، المهم الميكرو خليه لداخل. راه البرد صداني يا صاحبي، اجي غادي الميكرو برا ما نسمع والو. انت كتسمعني وانت كتضحك عليا، وانت بعدا راه كتسمع الصوت مفلتري وانا كنسمع الصوت ديال البرد. البرد هكاك صافي، وهبط بعدا بتات هبط لداخل باش تبقى لداخل ما يبقاش صافي. سد خليه تما صافي، بعدو شويه سبلاش شوف لا خلي باش نعاود. صافي 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 معلم، فوالا دابا غنسمعك مزيان ان شاء الله. مع اكتيفينا الانتركوم انا وياه غادي نهضروا، داكشي علاش قبيله كان مخلي الميكرو خارج برا البرد، وداك البرد كله في الطريق كامل وانا كنسمع الصداع والضجيج. دابا ما بقيتش كنسمع البرد. دابا مزيان هاهو. قبيله صاحبي عرفتي شنو هو البرد اش كان داير ليا؟ حيت كتسمع انت الهضره وانا ما كنسمعكش. ويلي كنت كنغني انا، والله ما حاس براسي واش كنغني. غادي وفهمتي هذيك تلقائي هذاك الشيء كيخرج فهمتي مع الطريق. والله ما عارف راسي واش كنت كنغني تيق بيا، والله ما انت ساكن جاليا انت راك شي كتغني. كاين في قهوة في مراكش قال لي راه كنوجد الموطور دابا، راه كنشرب قهوة توجد الموطور وغيتشطرب هي لما توصلوا ان شاء الله.
خويا الا هي الطريق كانت عامره اكثر من هكا. ماشي بحال الطريق اللي كنا درنا ذاك الويكاند اللي فات كانت خاويه. عندك 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 حتى لوطوروت ديال بني ملال حتى هي خاويه مراكش شكون ديما عامره. لحد عندك الصح. هذيك هول زوينه دارت مزيان سرحت لنا قراجل والله الا زوينه والله حتى النيو. كيستمتع كيخرج كيستمتع مزيان كيفرغ كيحيد ستريس كيحيد بزاف الحوايج وكيبروفيتي في الوقت حيت واحد الوقت راه ما تقدر دير حتى شي حاجه توصل لواحد لاج ما تقدر دير لا موتور لا تسافر لا والو ماشي علاش الانسان يستمتع يخرج. اما راح فوالا براي براي ما الوقت ما كيكونش وا الوقت خاصك ديرو دابا انت راه ما عندكش الوقت وانا ما عنديش الوقت ياك ولكن راه صحه خرجنا هاد الخطفه هادي صحه رادار وا حنا غاديين قانونيين اخويا غاديين قانونيين واش الخوت حنا دابا دخلت مراكش ولا الخوت كما كتشوفوا حنا دخلنا دابا لمراكش الحمد لله. دابا غادي عند الاخ يوسف ان شاء الله. حال سخون هنا مراكش دابا تقريبا محسوبه على مولاي ابراهيم. خويا يوسف وي خويا يوسف تحياتي خويا يوسف. هو يوسف تلاقينا معاه في مراكش كيف ما كتشوفوا وجينا شدينا الطريق ديريكت باش نتغداو ان شاء الله ونكملوا الطريق. فين غنديروا الوجهه؟ امليل 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 غنديروا الوجهه الخوت كما كتشوفوا حنا مازال دابا شادين الطريق امليل ان شاء الله واخا بدا كيظلم علينا الحال شويه. الاخ يوسف ورانا عمر قدام تسنى يوسف يجي. المهم تغدينا هنايا خدينا شويه الكفته اتاي داكشي دغيا طق طق كلينا الله يسخر ودابا غادي نكملوا لامليل امليل امليل حيت ديما امليل مع واد امليل كتغلط ليا امليل. درت هادي على قبل الشتا حيت بدات كتصب شويه الشتا درت هادي مع ديالها عمر راك مزيان ماكلاص يا عمر وخلاص
امين امين يا ربي امين. شناهي مالو؟ يوسف خاصو بلو خاصو اكتيف خاصو بلوتوث. ياخذو راه ياخذو غنصيفطو ليه بعد. لا مزيان دابا ملي تغدينا مخير اصاحبي. فرق كبير قبيله راه سخفنا دابا جايين كاملين مديرين لي فار لي فارسوكورت. دابا ملي دايرين فارسوكور بثلاثه بيكم كتبانو ما شاء الله صراحه. لي فارسوكور كيزينوا الموطور وكيبينوا كثر في الضو كتبان جاي. دور على اليسر. يا للروعه للروعه. صباح الخير. كيقول لك المثل ملي الكرش كتشبع كتقول راس غني. يا هادي ديالنا ولا لا انت اللي كتغني قبيله جاي بارك تقول لي مراكش بعيد. مراكش قالوا بعيد. نيران الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. عمرتي قبيله ليسانس انت؟ ايوا صافي حتى حنا عمرنا كنا بلان. صافي كتنسى حتى ملي كيكون هذاك لابريسيون على ديال ليسانس ما كيتكونسوماش بحال دايرو قليل كيكون قليل كيتكونسوما دغيا. انا راه مشعل سينيالات بربعه باش تبانو نتوما جايين فهمتي قباديكم الطريق فهمتي داير الهديه ليكم باش نتوما جايين من ورايا. فوالا الخوت كما كتشوفوا حنا غادي لامليل دابا في الطريق ان شاء الله بحول الله نوصلوا تما والصباح عاوتاني نمشيو نقصروا تما في النواحي ديال امليل ويكون خير. باقي مازال خليكم معنا في الفيديو مازال ان شاء الله بحول الله المزيد. لا راه غادي بشويه اصاحبي راه مع الفيراجات كنبان لك غبرت ياك. انا بنت لك سيني يلاه شي راه غادي وانت راه غادي دقه دقه. انا كنتسناكم راه نتوما اللي باقيين ورايا راه كنتسناكم. شوف عندك الدراري الصغار هنايا فهمتي دقه دقه تنفوشهم. كاين البرد هنا لا عمر كاين البرد كاز جو فيو هنا سبحان الله. شو الثلج راهو الفوق في الجبال. الثلج راهو الفوق في الجبال الخوت ما عرفتش واش يبان لكم بالكاميرا ولا لا وحاش ما عرفتش. ورا انت كتشوف الجبال ما كتشوف حتى هي غيكون فيها باقا شي 11 كيلومتر. امين. هي هادي قمشة. لا ديري نقيف قمشة وصافي بس هيك بقيت ساي في الجبال. خير عليكم الخوت. يلا فقنا دابا غادي نمشيو نفطرو ولكن قبل ما نفطرو شوفوا معايا الجو شوفوا معايا الجبال فيهم الثلج. يا سلام امليل كما كتشوفوا الشجر ديال القرقاع هنايا كتفيق على هذا المنظر. يا سلام عقلك كيتغسل. فالوجهه ديالنا اليوم ان شاء الله غنمشيو لويركان فخليكم معنا في الفيديو كملوا معنا الفلوق الخوت الدراري. يلا فاقوا يلا غنوجدوا راسنا باش نمشيو. تحياتي لكم ان شاء الله. يلا غادي نفطرو في هذا الجو هذا الجميل كما كتشوفوا.
ما شاء الله تبارك الله هنا كاين الواد ونتسناو دابا يجيب لنا اتاي. عمر كيخوي زيت البلديه كيخوي على الاومليت. بعد فطرنا دابا الحمد لله غادي نحاولوا نشربوا واحد القهوه. وكنت قلت لكم راه باقي لينا محمد افريكا توين هو اللي ما حضرش معنا، ان شاء الله الويكاند الجاي غيكون معنا. اليوم معنا يوسف ومعنا السي عمر وسي يوسف. قلت لكم غنحاول نبارطاجي معكم جميع التفاصيل بالنسبه كل واحد عنده شي موتور يقول لنا التجربه ديالو في الموتور. اليوم غنسولوا الاخ يوسف عنده فيستروم 800 دي او، وبالنسبه لعمر حتى هو كذلك عنده فيستروم 800 دي او. غناخذوا التجربه ديال يوسف كيفاش جاتو فيستروم وشنا هما الاراء اللي كيقترع على الناس يفيدنا بالتجربه ديالو مع الفيستروم. ولينا الاخ يوسف. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خديت 4 شهور باش كنت نقلب على الموتور اللي غادي يوالمني. بالنسبه للطبيعه ديالي انا بغيت انا الراحه، بغيت الكونفور نضرب طريق طويله. بالنسبه لحنا عندنا الطرقان كما كتعرفوا حنا عندنا شويه طرقان شويه كتلقى شويه لي بيست كتلقى طرقه ماشي بالحفاري في الطريق في الطريق وداك الشيء. قلت انا الاختيار الامثل بالنسبه ليا هو الفيستروم 800 بحكم ان كتمتاز بلي سيسبونسيون مزيانين اللي ما كيخلوش ما كيقيسوش لك الظهر ديالك. الظهر بالنسبه للظهر ما كتحسش بالظهر، راه هو في الموتيسور الوسط تقدر ترطبو وتقصحو. هذا فوالا كيقصح وكيقصح وكيرطب. المهم عجبتني في هذه القضيه هذه. وبالنسبه للطريق كتمشي مرتاح بزاف، مرتاح مخير وتنصح بها الناس زعما بالستروم ويسون. الراي ديالك كان عندك شي موتور اخر قبل؟ كان عندي اختيار ما بين جوج، كان عندي سوا تراسر جي تي بلس او لا الفيستروم ويسون. فيستروم دابا واختاريتي الفيستروم على قبل انك دير شويه البيست اوف رود. كاين بيست بحكم تاع لاجو. وبالنسبه للوجهه اللي درتي فيها دابا تقريبا بوحدك، فين مشيتي في المغرب بالفيستروم؟ مشيت الاوزود، مشيت ميني فري، مشيت منين من اسفي، من اسفي الاوزود. اسفي الاوزود ناس في الاوزود الامليل هنا. امليل هنايا جيتي لهنا فين جينا؟ فين جينا حنا جا كيجي بها من اسفي لهنا. المهم بالاضافه لمدن اخرى جديده اكادير. باقي ان شاء الله باقي لك الشمال. دابا ضربتي الاطلس والجنوب الصحراء ان شاء الله. تبارك الله على السي يوسف وتبارك الله عليك، تحياتي لك. الله يبارك فيك. وراه الاخوان راه يوسف من صديق ديالي واللي خرجنا حنا اليوم اون جروب، كنا مع جوج ناس ما جاوش كانوا عندهم ظروف خاصه، مي ان شاء الله الفلوك الجاي يكونوا معنا. بالنسبه دابا نسولوا الاخ عمر كذلك عنده فيستروم وكان دوز لي موطو قدام، هو دوز في التسعينات والثمانينات. ياك في التسعينات كانوا عندك في التسعينات، التسعينات كانوا عنده لي موطو. وعاود لنا قصه علاش اختار فيستروم 800 دي او 2023 عندي 2023. الصراحه هذا الموتور هذا نصحني به الاخ مهدي، والصراحه داكشي اللي قال داكشي هو اللي لقيت فيه. موتور زعما مزيان بامتياز، تقدر تمشي فيه في كاع لي زعما كيصلح للبيس، كيصلح للكودرونك ديال التسافير، فيه توت زعما كاع لي زوبسيون اللي تقدر. بالنسبه عمر خويا نسولك شنو هما الحوايج اللي لقيتي في الموتور اللي عجبوك؟ قول لنا الحوايج اللي عجبوك انت. الصراحه اللي عجبني فيه واخا كطول المده مثلا ديال السفر ديالك ولا هذا ما كتحس لا بلا عيال لا بوالو، هذه اول حاجه. عندك ديك الزبلة ديك لاسيل راه مريحه الحمد لله، سسبونسيون ديالو مزيان. فبالنسبه للبيس ولا الحفاري ولا الحمد لله ما فيه حتى شي مشكل، وهذا الشيء اللي كاين والحمد لله. يعني موتور والماكينه كي جاتك الماكينه ديالو الاداء ديالها؟ لا تبارك الله الماكينه مزيانه مخيره. بغيتي تجري كتجري، بغيتي تشوي عليك تشوي عليك. يعني لي مود كاملين عندك. عندك المود ا مود بي مود سي. كنهضروا على لي مود. بغيتي تمشي شويه وتستمتع مود سي. والله صعب ثاني ديري الا بغيتي تدخل مثلا البيس راه كتبدل المود. الحمد لله باقي لنا واحد القضيه زوينه غادي نديروا لك كتب الله نطلعوا ان شاء الله لجيت المزوقه حميد الغزلان ان شاء الله نديروها. وزاكوره وزاكوره هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين ان شاء الله. وبالنسبه للاخ محمد راه انت معنا في لا فيديو افريكا توين، حتى هو كان بغي يعاود لنا التجربه ديالو مع افريكا توين. شكرا لك خويا عمر، شكرا لك خويا يوسف، وشكرا خويا محمد. الفيديو الجاي ان شاء الله فخليكم معنا اليوم، راه غادي نمشيو نكملوا. فين غنمشيو اخويا يوسف؟
ان شاء الله ويرقال الورقه الوجهه الورقه الخوت ان شاء الله. يلا ما تزابيوش ولا ما تقطعوش، تلاقاو في ويرقان ان شاء الله، طريق ويرقان نشدو ان فلوغيو ان شاء الله.